فهمك للفيديو بتاع النهاردة مش بس هيساعدك في انك تتعلم ازاي تسأل الاسئلة yes or no questions، او بنقول عليها في العربي الاسئلة بهل، لكن كمان فهمك لفيديو النهاردة مبني عليه فهمك لفيديو تاني هنشرحه قدام اسمه ال WH questions، او الاسئلة بهاو وواي ووين ووير وهو واخواتها. فهات قهوتك او شايك او سيجارتك او ايا كان اللي انت بتشربه، وقعد معايا الثلاث دقايق دول لانك هتتعلم حاجه مهمه جدا في الانجليش. Let's bring it on. قبل ما نبتدي مع بعض ونشرح الحلقه بتاعت النهارده، خلينا اقولك لو انت ليك اي استفسار اي سؤال او حتى اقتراح بخصوص حلقه جديده او فيديو جديد او حتى سلسله جديده، please leave a comment وانا هحاول ان شاء الله اعمل حلقه بخصوص الاستفسار او السؤال او الاقتراح دوت، لان في النهايه القناه ديت ليكم ومش هتنجح غير بيكم. خلينا بقى سريعا نبتدي مع بعض في الحلقه بتاعت النهارده، او الاسئله بهل، او الاسئله اللي هي اسمها yes or no questions، يعني الاجابه بتاعتها yes or no. لازم تبتدي السؤال بواحد من الحاجات اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه ديت. عندك do و does وفي الماضي did، او عندك am و is و are والماضي بتاعهم was او were. لكن اللخبطه اللي بتحصل لنا دايما كمبتدئين او beginners، ناس لسه بتتعلم اللغه جديد، انك مش عارف تبتدي بانه، مش عارف تقول do you ولا are you، مش عارف تقول is he ولا does he، او is she طبعا او does she. فانا هشرح لك النهارده امتى تستخدم do does و did في ناحيه، وامتى تستخدم am و is و are والماضي بتاعهم was او were في ناحيه تانيه. اولا كده احنا بنستخدم am و is و are اللي هما to be والماضي بتاعهم was and were اللي هما to be برضو او الفعل be بس في الماضي، لما بنجيب حاجه من الحاجات ديت، لما بنسال على اسم، دي اول حاجه وركز معايا، او لما بنسال على صفه اللي هي adjective في الانجليش، او لما بنسال على preposition حرف جر، يعني السؤال جاي فيه حرف جر. خلينا اديك مثال عشان الكلام يبقى واقعي وتفهم اكتر مع كل واحده. طيب لو انا عاوز اقول مثلا هو ده مسرح، عاوز اقول بالانجليش هو ده مسرح. طيب مسرح ده اسم مظبوط، فانا ما ينفعش هنا في الانجليش استخدم do و does و did، لازم استخدم to be بس. فهقول is this a theater، is this a theater، theater يعني مسرح. هل دوت مسرح؟ مثال تاني، انا مثلا واقف فبسأل واحد بقول له هو انت محمود، محمود ده اسم، فهقول له do you محمود ولا are you محمود. تاني هنستخدم to be بس مع الاسماء، فهقول له are you محمود. عاوز مثلا اقول هي دي مدرسة انجلش، ده اسم برضو اسم وظيفة، فهقول is she a teacher، is she a teacher. زي ما انت شايف في الثلاث امثلة دول ان انا جبت اسماء، ودايما لو هتسأل على اسم لازم تجيب to be سواء am او is او are، وطبعا في الماضي was and were. يعني مثلا السؤال الاخير بتاع is she a teacher، لو انا عاوز اقول هي كانت مدرسة مش هي لسه مدرسة، فهقول بدل is هقول was she a teacher. فاللعب ما بين am و is و are was were حسب الزمن، انت هتسأل في المضارع ولا عاوز تسأل في الماضي. تاني حاجة بتيجي معاها to be اللي هي تاني am و is و are وفي الماضي was و were، الصفات. صفات يعني ايه؟ يعني بحب اوصف crazy مجنون، corny غلس، lazy كسول، الصفات. فلو عاوز اقول مثلا ايه انت مجنون، فهقول لك are you crazy. عاوز اقول مثلا هم كسالة، are they lazy. عاوز اقول هي تعبانة، فهقول is she tired. دي تاني حاجة لما احب استخدم الصفات. تالت حاجة ودي مهمة جدا لانك مش هتلاقي فيديو تاني غير هنا، حروف الجر، لما احب اجيب في السؤال حرف جر. فعاوز اقول مثلا ايه، بكلم واحد صاحبي في التليفون وعاوز اقول له انت في الكافيه، ما ينفعش اقول له do you in the cafe، هقول له are you in the cafe، عشان في حرف جر اللي هو in، في حروف جر كتير في الانجليش. عاوز اقول هو القلم على الترابيزه،
على on the حرف جر فهقول is the pen on the table. كل ما هتجيب حرف جر يبقى انت لازم تستخدم to be اللي هي am و is و are وفي الماضي was and were. دلوقتي خلينا ننقل بقى لاستخدام do و does. do و does والماضي بتاعهم did. قبل ما اشرح هما الاول بيجوا مع ايه خلينا اقول لك سريعا كده عشان لو حد بيتفرج علينا في الفيديو مش عارف الفرق ما بين do و does. do بتيجي مع كل الضمائر في الانجليش ما عدا he و she و it واي مفرد غايب فده بتيجي مع هي وشي وات. طب انا لو بسال في الماضي مفيش اي مشكله خالص لان ديد بتيجي مع كل حاجه في الماضي يبقى دو داز للمضارع بس دي بتيجي مع حاجه ودي حاجه او ضمائر معينه وديد في الماضي وبتيجي مع كل حاجه. خليني اقول لك بقى ان دو داز وديد بيجوا مع الافعال بس مش اي فعل لازم يبقى فعل في المصدر. يعني ايه؟ يعني استخدم السؤال بدو داز وديد مع افعال واكون بسال عن حاجه بتحصل على طول حاجه دوريه حاجه روتينيه. يعني مثلا لو عاوز اسالك اقول لك انت بتروح الجيم انا ما بتكلمش على حاجه بتحصل دلوقتي حالا انا بتكلم على حاجه بتحصل على طول فهقول لك do you go to the gym هل انت بتذهب للجيم do you go to the gym تمام go فعل وفي المصدر يعني ايه مصدر يعني مش محطوط عليه اي حاجه وانا بسالك على حاجه روتينيه. عاوز مثلا اسال سؤال تاني واقول لك do you have a brother هل انت عندك اخ انا بسالك على حاجه موجوده على طول. او مثلا عاوز اقول لك مثلا سؤال تاني عاوز اقول لك انت بتتعشى do you eat dinner فانا بسالك هل انت بتتعشى بشكل دوري فانا بسال هنا سؤال الاجابه عليه او نيتي من السؤال انا اسالك على حاجه بتحصل بشكل دوري do you eat dinner. طيب لو عاوز استخدم does فهقول لك مثلا ايه does he live in Cairo هل هو يعيش في القاهره انا ما بتكلمش على اللحظه دي انا بتكلم هل هو عايش في القاهره على طول does he live in Cairo or does she live in Cairo. طيب مثال تاني لديد عشان انا قلت مثال على دو داز لكن ما اتكلمتش على ديد. لو انا عاوز اقول لك مثلا ايه انت سافرت امبارح شرم الشيخ did you travel to Sharm el-Sheikh yesterday انا بتكلم على حاجه خلصت فاللي هو حدث السفر وبسالك فبالتالي دي حاجه في الماضي فبالتالي انت هتجيب ديد وعندي فعل في المصدر اللي هو travel. طيب واحد يقول لي طب انا ما بسالش على حاجه روتينيه لو مثلا حاجه بتحصل دلوقتي حاجه مؤقته وهتخلص بعد كده ساعتها نرجع ل am و is و are ودوت الفرق المهم لازم تحط على الفعل ing ولازم تستخدم am و is و are. خليني افهمك لو انا مثلا عاوز اقول لك هل انت بتشرب شاي انا كده بسالك في العموم بتكلم على عاده هل انت بتشرب عموما شاي فهقول لك do you drink tea لكن لو انا عاوز اسالك دلوقتي انت بتعمل ايه في التليفون مثلا او هل انت بتشرب دلوقتي شاي لازم ساعتها اجيب to be اللي هي am و is و are واحط على الفعل ing فلازم اقول are you drinking tea right now انا سامع مثلا في التليفون صوت ان انت بتشرب شاي فعاوز اقول لك انت بتشرب شاي دلوقتي او انت بتشرب حاجه are you drinking something تمام فده الفرق ما بين do you drink tea and are you drinking tea. فخلينا نلخص مع بعض كده الموضوع to be في الانجليش او am و is و are والماضي بتاعها was و were بيجوا مع اربع حاجات لان انا كده ضفت حاجه اسماء nouns صفات adjectives prepositions حروف جر واخيرا verb plus ing فعل محطوط ing وده معناه انك بتسأل على حاجة بتحصل دلوقتي انما do does وفي الماضي did ما بيجوش غير مع افعال في المصدر وبيسألوا على حاجة روتينية حاجة بتحصل على طول. اتمنى تكون فهمت حاجة من حلقة النهاردة لو في حاجة ما فهمتهاش لو انت محتاج اي توضيح please leave a comment وانا ان شاء الله هساعدك. لو الفيديو عجبك please share عشان نوصل لعدد أكبر. That's all for today. Thank you and wish you all the best.